stimulation, with a serial response, the isomatic reflex. And born automatically response, external sensory stimulation, مثل ايش بدي اشوفها بالني جيرك تضرب التست تفحص ان شاء الله تاخذوها بالاكزامنيشن بالسكيل ني جيرك تشوف الموفمنت مال هذا والكونتراكشن بالمسل اوف ماستر In simple reflex and somatic, there simple reflex are in one of the single synapses between the efferent and efferent. A reflex, in راح نحكيها في هاي المحاضرة, السوماتيك ريفلكس هي التو تايب المونو سينابتيك ريفلكس والبولي سينابتيك ريفلكس مونو سينابتيك ريفلكس والبولي سينابتيك ريفلكس هنا نشوف المونو سينابتيك ريفلكس شفناها بالني جيرك من نسوي ستريتش على التندون اوف ذا افكتر اورجان اللي هي مصل اوف هيلث فاستس مصل نسوي بها ستريتش راح يصير كونتراكشن للفاستس مصل وموفمنت للفوت او الليج. This is when stimulation راح يصير سباي ستريتش واكو سنسوري اورجان بس راح نحكي هو المصل سبندل يصير بها ستريتش فراح يصير كونتراكشن هذا الستريتش راح ينقل عن طريق السنسوري نيورون للسبينال كورد والسبينال كورد اكو هناك انترنال نيورون سوي انتجريشن سينابسس وهاي السينابسس راح يعطينا stimulation excitation للموتور نيورون عم يصير contraction للمصل استجابة this is stimulation هذا بالمونو سينابتيك البولي سينابتيك ايش راح يصير اذا واحد صار في بينفول النار او البسمار او اني بينفول stimulation او اني اتاتش او اني سنسيشن ايش راح يصير راح يصير generation the potential ينقل يسوي لنا action potential عن طريق السنسوري organ بس راح نحكي ان شاء الله بتفاصيله ينقل للسبينال كورد وبعدين للبرين ومن البرين راح يعطي استجابات اكثر من مكان من ضمنها سحب الايد عن طريق الموتور يجي ويستريس سحب الايد وسحب القدم وحركة الجسم يصير بولي سينابتيك بولي موفمنت بولي ريسبونس بولي سينابتيك ريفلكس هاي يسموه بالبولي سينابتكس راح ناخذه بتفاصيله المونو سينابتيك ريفلكس المثل عليها هي ستريتش ريفلكس اللي شفناه بالني جيرك when the skeletal muscle with intact nerve supply is stretched it contact called the stretch reflex when the so stretch بالمصل بالتندون والسري stimulation يصير contraction للمصل وهذا يسموه بالستريتش ريفلكس. The sense organ هو المصل سباندل. The impulse originate in the spandrel are conducted to the central nervous system in the spinal cord by the fasting sensory fiber. This is passed directly to the motor and neuron. نشوف هنا مثلا knee jerk هو احد المونوسينابتيك او الستريتش ريفلكس. يصير ستريتش بالتندون اللي متصلة مي مصل سباندل المصل سباندل راح يدز إعاز للسباينال كورد اكو ستريتش وهذا ستريتش راح يرجع لنا اياها للمصل على شكل وهاي التفاصيل راح نحكيها ان شاء الله يعني التفاصيل اكو بها اكثر راح ترجع للمصل تصير كونتراكشن وهذا يسموه بالمونو سينابتيك مونو سينابتيك يسموها بالمونو سينابتيك اوكي وشوف ان شاء الله تطبقوها انتوا اكم البايسبس جيرك والتندن والترايسبس جيرك والني جيرك وانكل جيرك ان شاء الله شو تاخذون انتوا كل عندنا المونو سينابتيك راح تاخذون بالعملي بالسكيل لاب ويشرح لكم شلون يصير الاكزامنيشن المصل خلينا نحكي للسنس اورجان او ذا نحكي على السنس اورجان اوف ذا ريفلكس هو المصل سباندل المصل سباندل consists of up to about 10 muscle fiber enclose the connective tissue capsule in the called intrafusal fiber موجودة داخل المصل تمتد ويا العضلة يسموها تمتد من التندون تنتهي بالتندون يسموها intrafusal fiber
هذا نسوي ديستنجويش، نفرق بينها وبين الاكسترا فيوز اللي هي نفسها مصل الكونتراكتايل يونت، نسوي كونتراكشن للمصل اللي راح نحكيها الاسبوع الاخر الكونتراكتايل يونت. احنا هنا نحكي بس على الترافيوزر، الاكسترا فيوزر هي تسوي كونتراكشن للمصل، والاسبوع الاخر راح نحكي شلون يصير كونتراكشن للمصل. الانترا فيوزر ار بارال ذا ريست اوف ذا مصل فايبر بيكوز ذا اند اوف ذا مصل سبندل اتاتش تو ذا تندون. هذا يكون المصل سبندل ممتده من التندون، والتندون تكون بالمركز يصير بها كونتراكشن. هنا اذا صار ستوبليشن ستريتش المصل سبندل راح يدز يعاز السباينال كورد بين اكو فالستريتش دي يصير ستوبليشن. السباينال كورد اول ما راح يدز الجاما فايبر يسوي كونتراكشن للمصل سبندل. المصل سبندل راح يدز يعاز ثاني بين هذا الكونتراكشن ما كافي، يرادينا كونتراكشن قوي، فراح تدز الالفا فايبر للمصل نفس الكونتراكتال يونت الاكسترا فيوزر يصير كونتراكشن، فيصير كونتراكشن للمصل وهذا يسموه ستريتش ريفلكس. هسه راح نفهم. هاي المصل سبندل نشوفها تكون ويا العضلة يصير بيها كونتراكشن، والعضلة بعدها يصير بيها كونتراكشن. المصل سبندل كونتراكشن مالتها عن طريق الجاما موتور نيورون، بينما العضله الكونتراكشن مالتها عن طريق الالفا موتور نيورون، وهذا راح نحكيها بالجاما الفا لينكج. يصير اكتيفيشن للجاما موتور نيورون بس الكونتراكشن للمصل سبندل اولي، نوت كونتراكشن للكونتراكتال يونت او الاكسترا فيوزل او المصل كلها. المصل كلها يصير بيها كونتراكشن عن طريق الالفا موتور نيورون. Two type of intrafusal fiber in the muscle يسموها muscle spindle هي nuclear patch fiber و nuclear chain fiber. نشوفوها هنا هاي nuclear patch fiber و nuclear chain fiber. nuclear محتفظة مثل الجنطة محتفظة للنيوكليوس مالتها، هنا تكون سلسلة مثل الجيم. فاذا صار stimulation صار stretch في التندون ايش راح تدزنا يعاز؟ تدزنا يعاز عن طريق ال 1A primary afferent sensory neuron دز للسباينال كورد، يقول له اكو فالستريتش موجود دي يصير على العضلة بالتندر، راح يدز السباينال كورد راح يدزنا الجاما يسوي كونتراكشن للمصل سباندل الباتش والجيم. هذا الكونتراكشن راح يصير كونتراكشن بس راح يدز لنا انعاز ثاني ما راح يكفي الكونتراكشن عن طريق السكندري افرنت هو ال 2 تايب 2 نير فايبر، حكينا لكم اياها بالاول وراح نعيدها ان شاء الله الاسبوع الاخر. تايب اوف فايبر سنسري فايبر تايب 2 وللسباينال كورد يابا هذا الجاما ما كافي، اكو ستريتش يصير قوي، فهذا الستريتش راح يرجع عن طريق الالفا فايبر سو كونتراكشن للمصل نفسه. هاي هو التشين وهاي الباج النيوكليار اوف المصل سبندل. التايم بتوين ذا ابلكيشن اوف ستيموليشن، احنا قلنا يصير اثناء ستريتش وبعدين يروح عن طريق الاي 1 وبعدين يرجع عن طريق الجاما وبعدين الجاما تدز المصل سبندل تدز عال ثاني عن طريق السكندري افرنت، عمود يرجع لنا الالفا يسوي ستيموليشن كونتراكشن للمصل. هذا التايم نحتاج يسموه رياكشن تايم بين ذا ستيموليشن اند ريسبونس للعضله كلها، يسموه رياكشن تايم. فايش قد مثلا رياكشن تايم مال النيجر اللي شفناه قبل شويه من يضرب اسبوع ويرجع سباينال كورد، الرياكشن تايم مال النيجر نحتاج من 19 الى 24 ملي سكند عمود يصير الريسبونس. انت تضرب ما تحس بالوقت بس هو يحتاج له 19 الى 24 92 24 ملي سكند تو كونتراكشن اوف ذا بسطس مسل اوف ذا تايب وصير كونتراكشن او ريسبونس اوف ذا جيرك. تو كيند اوف سنسري اورجان سنس اند اوف ذا مسل سبندل افرنت اندينج ان ذيس سنسري سنسري انبوت سنترال نيرفوس سيستم،
البرايمري سنسوري اند اللي هو التايب 1 اي وشفناه بالصوره انيرفيتد ذا سنترال مسل سبندل، والسكندري سنس اللي هو تايب 2 فايبر اونلي ان ذا نيوكلير باتش فايبر اسوشيتد ذا اند اوف ذا سبندل. نتيجه ثاني بين هذا ما كان في الجامعه عمليه ستيموليشن اللي يصير بالمسل سبندل. المسل سبندل موتور نيرف راح نشوف 3 تايب اوف نيرف اللي هو الجاما يزودين المسل سبندل، مسل سمول موتور نيورون سينس اكسكلوسيف ذا مسل سبندل سو كونتراكشن، ونقول هذا مو كافي. ايضا عندنا اضافي هو اللارج بيتا موتور نيورون نيرفيتد انترا فيوزر اكسترا فيوزر، هذا اكسترا نيرف فايبر، شوف اذا صار مشكله هو راح يشتغل. اضافه الى النيرف الكبير اللي هو يزود المصل ويسوي لنا كونتراكشن هو اللارج الفا موتور نيورون انيرفيتد اكسترا فيوزر، اللي هي الاكسترا فيوزر تسوي كونتراكشن للمصل. السبندل برودوس تو كيند اوف ذا سنسوري نيرف باترن اللي هو دايناميك ستريتش اللي نشوفه بالتندون ريفلكس ني جيرك دايناميك فيوزي موتور اوكزون، والستاتيك ستريتش نشوفه بالمسل تون يقاوم بالانفولنتري موفمنت ستاتيك ستريتش ريفلكس ستاتيك فيوزي فورم اوكزون. فانكشن اوف ذا مسل سباندل لازم نعرفه، قلنا لكم بالسنسري حكينا على بروبر ريسبشن السنس اورجان ريسبتر اللي مسؤول عن بروبر ريسبشن هي مسل سباندل. مسل سباندل ويش ديتيرمن ذا بوزيشن اوف ذا بودي اي تشينجز ذا مسل بوزيشن اوف ذا بودي تعطي عز سباينال كورد بين اكو تشينجز عم يعدل اموره. طبعا من ضمن الشغل هي البروبر ريسبشن. إضافة is preventing inventing stretch any stretch changes يصير بالمصل بالمصل راح تعطينا إعاز long detecting with muscle spindle and important role in regulation of the muscle any changes راح تعطينا spinal cord بين اكو changes بال movement of muscle فعمل يرجع spinal cord يعدلها عن طريق central nervous system. The result of the extrafusal initiated the reflex وحكينا قبل شويه. Contraction of the extrafusal fiber on the muscle start by the intrafusal. Intrafusal the muscle spindle. High function of the muscle spindle. هسه نرجع نحكي على الالفا جاما لينكج. قلنا لكم احنا بالبدايه بالرسم ونرجع للرسم. قلناكم بالبداية من يصير ستريتش لل muscle spindle راح تنزلنا إعاز بالسنسري بين اكو ستريتش عن طريق الاي تايب 1A راح يرجع لنا الجاما يسوي لنا contraction لل muscle spindle، وهذا contraction لل muscle spindle مو كافي فراح يدزلنا إعاز عن طريق nuclear change secondary type 2 secondary afferent للسبينال كورد، يقول له يا هذا مو كافي راح يرجع لنا الالفا ويسوي لنا كونتراكشن للمصل. هاي يسموها العمليه بالالفا جاما لينكج. There is evidence of an increased gamma afferent نوبات يصير discharge من السبينال كورد للجاما خاصه بالديزيز هواي هسه راح نحكيها بعد شويه. فهذا عاده الجاما ايش راح يسوي؟ اذا صار راح يسوي ستريتش بالمسل سبندل ونفس الوقت راح يرجع دزي يعادل السباينال كورد اكو ستريتش راح يرجع لنا الالفا وياه. فعاده الالفا مرتبطه ويا الجاما بال السيجنال تجي فسوي لنا ديسشارج الفا وذا جاما افرنت وراح يسوي لنا كونتراكشن للمسل. وهذا نشوفه مثلا بالابليبسي هوايه مكانات راح نعددها فد شويه. المصل كان ليميد اوف كونتراكت فيا ذا سيموليشن اوف ذا الفا موتور نيورون انيرفيتد اكسترا فيوزل فايبر اور ذا جاما افرنت نيورون انيشيشن كونتراكشن اندايركت فيا ذا ستريتش ريفلكس.
فأني ستيموليشن من جاما نوبات يصير ديسشارج بالجاما من سبانال كورد راح يكون وياها اللينكج الالفا ايضا راح يسوي ستيموليشن اللي هو راح يجي عز بينكم مشكله فراح يسوي كونتراكشن ويا الجاما فعاده هو الجاما والالفا راح يصير لينكج بيناتهم الافكتر اوف كنترول جاما وين يشوف الجاما يصير ديسشارج بها ما عدا الريفلكس مثل بوستشرال كنترول قلنا لكم اياه قبل شويه بالبروبريوسبشن السنسيتيف اوف ذا مسل سباندل ذا انهانس ذا ثريشولد اوف ستريتش ريفلكس ان فارس وورك اوف ذا بدي رجع اذا انت واقف ويريد توقع لي ورا راسا راح يصير عندك اعاز سبانال كورد تو بوستشرال كنترول عن طريق السنسر اللي موجود بالمسل سباندل وعن طريق الديسشارج اوف ذا جاما والديسشارج اوف ذا جاما سوينا يجي يعدل المسل سباندل فما راح يكفي راح يرجع يتبع الالفا وهنا راح يصير ايضا لينكج انكزايتي انكزايتي شو بعض الاحيان واحد اذا صار انكزايتي او صار قلق او صار عنده مشكله شوف عنده صار كونتراكشن بالعضله شوف اذا ما يسيطر عليه يصير بها كونتراكشن وهذا سبب الديسشارج مال الجاما unexpected movement associated with the greater efferent discharge ومثل ايش يعني unexpected movement مثل epilepsy شوفوا بعض الاحيان بالفت بالبيلبسي يصير كونكترونيك كونتراكشن يصير باللم بالابر واللور هذا نتيجه الديسشارج اللي يصير بالجاما افرنت نيورون stimulation of the skin special next was stimulation ايضا هذا يسوي لنا ديسشارج للجاما وياها تبع الالفا يصير كونتراكشن فالجاما ديسشارج راح نشوفه بالبوستشر بالانكزايتي بالاكسبكتد موفمنت والاكسبكتد موفمنت هذا موضوع كبير من ضمنها قد يكون الترمر قد بالفت بالابلبسي وما الى ذلك عاده يكون الموفمنت انفولنتري ستيموليشن اوف ذا سكين مثل النكسوس ايضا يسوي لنا ديسشارج للجاما نحن نجي على موضوع مهم ثاني اضافه الستريتش ريفلكس او المونوسيناتيك الستريتش ريفلكس قلنا يصير ستيموليشن يصير كونتراكشن بالمصل بس احنا باذر سايد موجود عندنا ايضا مصل مثلا يصير كونتراكشن بالبايسبس عندنا بالجيل اكو ترايسبس شلون يصير اذا بقى صار كونتراكشن بالترايسبس لازم يصير بها ريلاكسين اذا صار كونتراكشن راح يصير لها تمزق بالعضله فسويت ستريتش اوكارد مصل انتاغونس فاكشن اوف مصل انفولف اس انتاغونس ريلاكسين وهذا ريلاكسين فالمصل سباندل اذا حست اكو ستريتش راح تدزين التايب 1 اي فايبر مصل سباندل البروتاغونس مصل كوز ذا بولي سينابتيك انهبيشن اوف ذا موتور نيورون تو ذا انتاغونس فالتايب 1 تايب 1 اي فايبر بنفس الوقت هي تسوي لنا ستيموليشن اكزايتيشن للمصل يصير فيها ستريتش بس راح نسوي انهبيشن للاذر سايد او الانتاغونس مصل وايضا the pathway mediating of this affected by a synaptic inhibition by Golgi bottle neuron the synapse is direct in the motor neuron supply the antagonist والانتاغونس هنا مصل مثل الترايسبس بحالة البايسبس جير الترايسبس اكو بها ايضا ريسبتر يسموه بكولجي بطل تينر تتحسس الريلاكسيشن الموجود ده يصير بال شوف هنا احنا هاي المصل يصير بيها اكستنسر صار بيها ستريتش الدزينة يعزز مصل عن طريق الروت عن طريق الدوزر روت فراح يدخل فهذا الدوزر روت راح يسوي استيموليشن انتر نيرون انتر نيرون هنا تو فاكشن سم ون از اكزايتيشن وهذا الاكزايتيشن راح يرجع لنفس العضله يسوي لها كونتراكشن حكيناها قبل شويه بس باذر سايد ذيس از نيرون يسوي انهبيشن الاذر نيرون كم تو ذا انتاغونس مصل موجوده بالجهه المقابله او يصير بها مشكله وتمزق راح يسويها ريلاكسيشن بالفلكسر مصل اسوي انهبيشن ما يصير بيه اكزايتيشن هذا يسموه ريسبروكال انيرفيشن مثال على ذلك قلنا لكم البايسبس والترايسبس البايسبس والترايسبس بايسبس يصير بيه ستيموليشن كونتراكشن
والترايسبس لازم يصير بيها ريلاكسيشن انهبيشن. نفس النيورون اللي يروح لازم يسوي اكزايتيشن ويسوي انهبيشن. هاي ريسبروكال انيرفيشن. هنا مثلا بنشوفه بالني جيرك من يروح السنسري سنسري افرنت تايب 1 اي راح يسوي اكزايتيشن وانهبيشن للمصل. الاكزايتيشن يروح للمصل كوادريسبس مصل يسوي كونتراكشن، والانهبيشن يجي للهيمستريك مصل يسوي ريلاكسيشن فيصير موفمنت مال الليج اكستنشن. فهذا نشوفه مثال بالريسبروكال للني جيرك. اذر توبك نشوف من الستريتش ريفلكس وان ذير ستريتش ريفلكس. شنو ذير ستريتش ريفلكس؟ يعني انت من يصير عندك كونتراكشن يجي من الفايز يجي للعضله راح يصير فيها كونتراكشن. هذا الكونتراكشن الى حد، اذا زاد عن حد اكو كولجي تندون هناك ريسبتر سنسر اورجان كولجي تندون راح تتحسس هذا وتدي دز السباينال كورد يا بكتر عن طريق التايب 1 دي فايبر يا بكتر اكو ستريتش اكثر من اللازم كونتراكشن اكثر من اللازم فراح يصير بها انهبيشن. وين ذا تنشن بيكم جريت انف كونتراكشن سدلي سيس and the muscle relax is called the inverse stretch reflex is autogenic inhibition. Receptor of this inverse stretch reflex is Golgi tendon organ. This organ consists of net-like collection of nabi nerve, ending among the vesicular tendon. High modulable tendon, net-like of Golgi. So excitation or potential electromotation in the type 1 افرنت نيورون تو ذا سباينال كورد تحس اذا صار كونتراكشن اكثر من اللازم هسه راح تعطي عاز للتايب 1 بي فايبر يا بتر كونتراكشن اكثر من اللازم فراح يصير يجي عن طريق راح يصير فيها انهبيشن راح يرجع انهبيشن للعضله ويصير فيها ريلاكسيشن او شنو ما يصير. فهذا التايب 1 دخل بالتندون راح يسوي انهبيشن للموتور نيورون العضله راح يصير بها ريلاكسيشن ما يصير بيك سوشن. لازم انت تشوف من تركض بس راح توقف من ست تقلص ايدك الى حد معين ويصير بها ريلاكسيشن ما توصل الى حد الفيري كونتراكشن او السيفير كونتراكشن. اكشن اوف كولجين تندون اورجن بتحسس بالتندون يسوي انهبيشن للالفا موتور نيورون يصير ريلاكسيشن بالعضله. هذا هو ستريتش انفيرس ستريتش ريفلكس. يكون عادة انفيرس ستريتش وذ ريفرس نقدر نشوفها بالاكزامنيشن انفيرس ستريتش ريفلكس وذ ستريتش ريفلكس بالكلونس ان شاء الله تجي فد شويه. الكولجي تندر اورجان فايبر النيرف فايبر هو تايب 1 بي جروبس ريليشن اوف تايب 1 بي فايبر ليد تو ذا برودكشن اوف انهبيشن بوس سينابتيك بوتنشال ان ذا موتور neurons supply the muscle which the fiber arise. Golgi tendon organ unlike the muscle spindle is stimulation with both passive and active contraction of the muscle. The threshold of Golgi tendon organ is very low. It has any contraction يمكن يدزي عاز عم يسوي contraction. عادة Golgi tendon organ هو جزء ايضا من البروبريوسبشن sensation. بالمصل تون تاخذوها شوفون هايبرتونيا بالمصل تون راح تاخذوها بالاكزامينيشن هو ريزيستنت اوف ذا مصل تو ذا ستريتش. اذا ذا موتور نيورون هذا يكون انفولنتري موفمنت او باسيف موفمنت انت تحرك ايده وتشوف المصل تون ان شاء الله بالاكزامينيشن. اذا ذا موتور نيورون مصل سكات ذا مصل اوفر فيري ليتل ريزيستنت اند سيت تو ذا فلكسيت. ان ذا هايبرتونيك يكون سباستيك مصل the resistance to stretch is high because the hyperactivity of the stretch reflex. Hyperactivity through gamma afferent. The muscle is generally hypertonic when the ratio of the gamma afferent discharge is low, and hypertonic when gamma
fiber discharge is high. فبشوف السنترال كوزز يصير هايبرتونيك. ليش؟ لان اكو discharge من الجاما فايبر to the muscle. Somewhere the between the static or the flexed and spastic is spasticity is ill defined area of normal tone. Normal tone موجود حتى كده تحسسها انت بالاكزامنيشن. هاي موضوع المسل تون ببساطة. فيصير ستيموليشن اذا انت في تسوي اذا اكو مشكلة اذا تحس انت تتحرك ايده باسفلي بدون مقاومة. فايش راح يصير اذا اكو كات بالنيرف راح يصير هايبرتون، يا اسا تتحرك ايده. اذا اكو ديسشارج جاما اكو سنترال ليجن بالجاما يمنع الكونتراكشن اوف ذا مصل. هذا هو التوم. The activity of gamma loop result in increase of muscle tone. الكلونس قلنا لكم قبل شوية. الكلونس قلنا لكم هو stretch reflex and where stretch reflex sequence discovered in this respect. Is neurological sign راح نشوفه بالاكزامينيشن ان شاء الله نشوفه بالمستشفى على احد المرضى. Is a core of regular rhythmic contraction. Contraction of muscle subject in sudden maintain stretch. يعني انت اذا تسوي stretch بالعضله راح تظل العضله تتحرك ما توقف. هاي يسموه بالكلونس. نسوي stretch عن طريق الهاند او عن طريق بعض الاحيان الهامر. فراح تظل العضله تتحرك. ليش؟ لان اكو discharge. Another feeling characterized is discharge of gamma afferent. Central cause of discharge increased gamma afferent discharge in the presence of this clonus. This is the short note of تفسير الكلونس اللي يصير بالبعض المرضى. خلصنا بهذا الموضوع البولي سينابتيك الكلونس. شرحنا لكم اياه كفيزيولوجيكال كوزز وحكينا لكم على التون كفيزيولوجيكال كوزز. نيجي على البولي سينابتيك. The second type of reflex is the بولي سينابتيك reflex. وهنا عندنا مثل الكبير نحكي عليه وهي is called withdrawal reflex. The withdrawal reflex this cause prolonged bombardment of motor neuron from the single stimulation and sequence prolonged response. يعني انت فتيلة تشتغل فتيلة تجر لك قنبلة. هنا bombardment هنا مثل راح تنفجر مجرد stimulation يكون بين فول ستيميليشن اتاتش انت ايدك تخلي اجا واحد خلي ايده شو اسمه راس انجر ايده بارده او تدوس على بسمار او تنشوي او بنيه تطبخ وتنشوي شو راح يصير بيها؟ راح يصير اكثر من حركه الوليد نتيجه ذيس از سنسوري ستيميليشن. البولي سينابتيك باث برانش اوف ذا كومبلكس فاشن ذا نمبر اوف ذا سينابسز ان ايتش اوف ذير سبرانجز از فاريبل. نشوف هنا بالسنسوري 1 النيورون راح يولد لنا اكثر من اكشن بوتنشال اكثر من نيورون ويوصل للبرين يعطي اكثر من انعاز موتور نيورون وقد يكون باث فنل يعطيني انعاز الموتور واحد يسحب ايده وقد يكون اكثر من ريسبون هيبتري اون اكزايتاتري تو ديفرنت موتور نيورون. فمثلا احنا ضربنا لكم اذا بدها تمشي ودست على بسمار النوسبتر فري نيرف اندنج راح يتحسس يدز سباينال كورد. السباينال كورد هنا راح يعطي لبعض العضلات يسوي لها كونت اكزايتيشن فتسحب رجلك فوق. عضلات راح يسوي لها انهبيشن عم يصير بها ريلاكسيشن. عضلات الاخرى راح يسوي بها ايضا انهبيشن بالاذر ليم واذر وان يسوي بها اكزايتيشن عم تسوي موفمنت كامله ببوث ابا لور ليم عم تتخلص من البينفول ستيموليشن. فالبينفول ستيموليشن اكتف از نون سيبتر كافرنت البرايمري سنس اورجان. هنا نشوف الارك البرايمري سنس اورجان انتر ذا سبينال كورد اند ذا كولكشن اكتيفيتي اسيندينج باث واي سنسيشن ان برين سموتا سنسري اريا بوستيرال ادجستمنت شيفتنج تو ذا سنترال تو اوف جرافيتي وذ دراور ريفلكس بول فوت اواي فروم ذا بينفول. وهذا يجي عن طريق الموتور
يجينا عن طريق الافرنت ويسوي لنا البول الفوت اللي هو الانترنال الاورجان افكتر اورجان يسوي ستيموليشن كروس اكستنسر ريفلكس سبورتنج بودي ويت ان شيفتنج اواي فروم ذا بين فول ستيموليشن واكثر من ريسبونس اكثر من افكتر اورجان راح يشترك بهذا الريسبونس. هذا يسموه ويذدرول، هذا يسموه بوليسينابتيك ريفلكس. The withdrawal typical polysynaptic reflex that occur in the response. The next was usually painful stimulation of the skin or subcutaneous tissue and muscle. Strong stimulation applied to the limb. The response include not only flexion and withdrawal of the limb, but also extension and opposed limb. Sometimes all the body, the hand, the upper limb or lower limb, all يشتركون في هذا الرفلكس. هذا هو الوذدرول وشرحنا لكم اياه. نحكي شو الكاركترايز اوف وذدرول. كاركترايز اوف بولي سينابتيك، اولا a weak stimulus minimal quick flexion movement. اذا كان الاستيميليشن بسيط مو ذاك يعني مو بسمار وتدخل مجرد فشي بسيط راح يصير المينيمم جزء بس الابر لم ترفع مينيمال كويك فلكشن موفمنت. السترونج ستيموليشن راح يعطينا هنا اذا كان ويك راح يعطينا مينيمم، اذا كان السترونج ستيموليشن راح يعطينا جريت برولونج فلكشن اند رايز فلكشن اوف موفمنت. This is prolonged response due to prolonged and repeated firing of the motor neuron and repeated firing called after discharge due to continuous bombardment motor neuron. Continuous bombardment motor neuron يصير اكثر يعني كل ما كان سترونج راح يعطينا اكثر من ريسبونس راح يتوزع للبرين ويوزع لنا الريسبونس اكثر مكان بينما ذاويك راح يكون لوكالايز من سباينال كورد ويعطينا كويك مينيمم موفمنت او ريسبونس. سباشيال اند تمبرال فاسيليتيت ات ذا سينابسس بولي سينابتيك. تذكرون سباشيال هنا قد يكون تمبرال قد يكون ستيموليشن واحد ويزيد اكثر من اكزايتيشن مثل تمبرال فاسيليتيت او يكون فيها اكزايتيشن انهبيشن يعطينا الفاسيلي ريسبونس هو المحصل الحاصل للمصل الموفمنت قد يكون هبيشن ومره اكزايتيشن مره اكثر فهنا يكون سباشيال ان تمبرال فاسيليتيشن. اللوكال ساين يعني لازم اكو بالبولي سينابتيك او حتى كل الريفلكس مو بس البولي سينابتيك كل الريفلكس ان كان مونو سينابتيك او بولي اكو فذاك لازم اكو اللوكال ساين. بالمونو سينابتيك اكو ستريتش والبولي سينابتيك اكو البينفول ستيموليشن لازم اكو لوكال ساين يلا يصير البولي يصير الريفلكس او البولي سينابتيك ريفلكس. Diffraction and occlusion. شنو diffraction and occlusion؟ أنا راح أحكيها موجودة هي في قانون بالصفحة 164. Diffraction هنا اللي يصير stimulation ده يعطينا أكثر من مرة facilitate الموتور راح يعطينا أكثر من موتور وريسبونس هذا يسموه بالdiffraction. فالإفرنت راح يولد لنا إفرنت راح يولد حد ما يولد الى افرنت اكثر من ستيموليشن. اكلوجين راح يصير اكثر من ستيموليشن او اكثر من افرنت شلون شفنا الشجره راح يصير اكثر من الافرنت هنشوفها بالصوره راح يصير اكثر من افرنت جاي يولد لنا ويعطينا المحصله هو موتور نيرون واحد هاي يسموه بالاكلوجين. افركشن له اكثر راح يتوسع اكثر بالستيموليشن اكثر من موتور نيرون والاكلوجين راح يعطينا موتور نيرون جاي لنا من اكثر من افرنت يعطينا افرنت واحد هذا الاكلوجين. هذا الفراكشن اند اوكلوجن احد صفات البولي سينابتيك. اخر موضوع راح نحكيه هو الجنرال بروبرتي اوف ذا ريفلكس. اولا قلنا لكم الجنرال بروبرتي اكو لوكال ساين لازم لوكال ساين لوكال ستيميليشن مثل ستريتش بالستريتش ريفلكس والبينفول ستيميليشن بالبولي سينابتيك اكو لوكال ساين. ثاني نقطة هي adequate stimulation لازم اكو stimulation كافي يلا يصير عندنا الرفلكس. يعني انت اذا سويت stretch ضربة بسيطة بالاكزامينيشن ما راح يصير contraction بالنيجيرك او بالبايسبس جيرك لازم adequate
تعرف شنو المقدار اللي يسوي لنا ريسبونس. نفس الشيء اذا بالبينفول اذا فد مجرد فيري فاين تاتش ما يسوي ريفلكس، مجرد تاتش راح يظل يتفاعل. بس اذا بينفول فيري بينفول يحس ليكويد ستيموليشن راح يسوي لنا البولي سينابتيك. This is a stimulation, target reflex, and generate very process. لازم اكو ديكو ستيموليشن عمود يولد لنا different او multiple stimulation. الفنل كمان باث هنا الموتور يو سبلاي الاكسترافيوزال ماسل اند سكيليتال ماسل ار اف الافرن سايد اوف ماني ريفلكس ار اول نيورون انفلونس افكتد ماسل كونتراكشن التيميت فنل ثرو ذيم تو ذيس ماسل. يعني اول ستيموليشن اول ستيموليشن دي يوصل ينقل على اكشن بوتنشال يروح للسباينال كورد يسوي لنا اكزايتيشن مالتيبل نيورون. بس هو المحصله راح يرجع مثل الفنل راح يرجع للمصل نفسه اللي يزودها الافرنت وراح يسوي لنا كونتراكشن. مثلا انت راح سويت كونت ستريتش بالنيجر راح يروح السنسيشن راح يعطينا اكثر من اكزايتيشن اكثر الموتور. بس بالمحصل الموتور ينجمع يرجع وين للمصل هي البايسبس او الهامستريك مصل بالنيجيرك والبايسبس جيرك بالبايسبس مصل بالناس بايسبس يسويها كونتراكشن. هذا يسموه بالفنل الفاينل كومون باث فاينل كومون باث. سنترال اكزايتيشن اند انهبيشن ستيت سنترال اكزايتيشن قلنا لكم اني ريفلكس حتى المونو سينابتيك هو راح يروح سنترال كوزس. بالسنتر راح يعطينا انعازات فالسنترال اكزايتيشن سنترال انهبيشن. اضرب لكم مثل يعني انتم شايفين باليوتيوب من القطه تخلي نفاخه وطق النفاخ راسا الكات راح تقفز وتفتح رجليها وتعيط وتشرد. مثل اخر انت اذا واحد مشلول ونفس العمليه سوف سيموليشن قوي يما البارابليجيك بيشنت ايش راح يصير خطيه؟ راح يصير سنترال اكزايتيشن وسنترال انهبيشن ستيت. راح ايضا راح يقمز ايديه يرفعها رجليه يرفعها حتى توصل الريسبونس تو اذر ريفلكس الانترنك ريفلكس. مثلا راح يصير عنده ديفيكيشن او يصير عنده ماكتشوريشن راح يخاف راح اوتونوميك يشتغل كله. هاي يسموه سنترال اكزايتيشن. بعض راح يكون اكو فد من سنترال اكزايتيشن انهبيتري ستيت بالجسم اذا اكو فد بولي سناب فد سيموليشن بسيط اي سيموليشن. ذيس از بارابليجيا يشوف عنده سنترال اكزايتيتوري انهبيتر سيت اكزايتيتوري امبلس راديشن نوت اونلي للماني سوماتيك اريا اوف ذا سباينال كورد بات اولسو اوتونوميك اريا انترنال ريفلكس اوتونوميك ريفلكس الديفيكيشن ريفلكس الماكتشوريشن ريفلكس ان اذر. راح كل يشتركون سنترال كوزز الهابيتويشن اند سنسيتايزيشن اوف ذا ريفلكس ريسبونس ريفلكس respond to the stereotype. في بعض الاحيان اذا تكرر عمليه الستيموليشن مثل بالستريتش تكرر عمليه الضرب شو اسمه الهامر على التندون اول ما يصير سنسيتايزيشن راح يصير فائده. بعض الاحيان قد ما مسويين فحص عليه يحس انها سيتويشن قد ما الضربه ما راح يصير عنده ريفلكس. نفس الشيء اذا تشوف انت بعض الاحيان اذا جت حشره وقفت على بعض الناس راسا يسحب ايده ويضربها هاي فهذا يسحب ايده يضربها يبتعد يطرد الحشره هذا سو سنسيتايزيشن اوف بولي سينابتيك ريفلكس. بينما اكو ناس لا تخلي ايده يوقف الحشرات كلها عادي صار هابيتشويشن هو متعود يشتغل وهيك مكان فيصير عنده هابيتشويشن ما يتاثر بذيس ستيموليشن. هذا هو الهابيتشويشن اند سنسيتايزيشن اوف ريفلكس. تلقوها في جايتون تقروها وقالون تلقون ذي الموضوع يعني هو الموضوع موجود في جايتون موسع. اللوكال ساين قلنا لكم هو لازم يكون كل ستيموليشن كل ريفلكس يكون لوكال ساين ستيموليشن يسوي لنا ستيموليشن للسنسري اورجن. This is a general property of the reflex and this is all topic of the reflex. حكينا لكم اياها الفنال كمان باث نشوف هنا اذا صار ستيموليشن بالستريتش راح يروح للنيرف
فالنيرف حسب اكزايتيشن انهبيشن ديفرنت تايب ستريتش وفيرس ستريتش فيعطينا المحصله الفاينل كمان اللي هو سير كونتراكشن بالمسل سير اسيتال كولين ستريزين فيرز من النيرف وهذا الاسيتال كولين راح يحفز لنا اند بليت بوتنشال بالنيورو ماسكولار جكشن ويصير كونتراكشن بالمسل ان شاء الله الاسبوع اللي راح شلون يصير كونتراكشن بالمسل هذا يسموه الفاينل كمان باث اللي يسويه هو عاده الالفا موتور نيورون. Thank you. This is all topic of this lecture. Q&A session has started. إذا واحد عنده سؤال. Goodbye.